يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت لشراء الغداء قبل أذان العصر، وعندما رجعت للبيت أقيمت الصلاة وكنت تائقا للطعام فأكلت، فأدى ذلك لفوات الجماعة فصليت لوحدي، فهل عملي صحيح؟ إيه نعم، عملك صحيح، ولو ذهبت تصلي وانت جايع يكون عملك مكروه. نعم، لأنك تشوش في الصلاة، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. نعم.